يقول السائل: ما حكم من ترك طواف الإفاضة في الحج علما بأن ذلك حدث قبل سنوات وإلى الآن لم يعمل شيء، هل عليه فدية أم ماذا؟ أفيدون أفادكم الله. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فعليه أنه يطوف الآن، يطوف طواف الإفاضة عن ما سبق ولو مضى سنين، لأن الطواف باقي في ذمته، فلا بد أن يطوف بنية طواف الإفاضة عن حج تلك السنة ولو مضى عليها سنين. وإذا كان حصل منه جماع في هذه الفترة فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. يطوف طواف الإفاضة الآن، وإذا كان حصل منه جماع فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، ولا بد من هذا. نعم.